السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنوجدوا واحد الطاجين باللحم ديال المعزي بالجلبانه والفول. عندي اللحم ديال المعزي خليته مرقد واحد ساعتين في العطريه، وهاد العطريه هي هادي النت اللي غنوريكم: ملحه، تحميره، البزار، سكنجبير والخرقوم. عندي واحد جوج بصلات مشلضين كبار، عندي هنا الربيع والمعدنوس والثومه محكوكه، عندي الفول منقي، عندي الجلبانه حتى هي منقيه، كلشي مغسول، واحد مطيشه كبيره محكوكه. وهنا الزيت لوسيور، يعني زيت المائده مخلطه مع الزيت البلديه. كنشدو في الطاجين ديالنا، كنشدو كنديرو فيها البصله اللي حكينا، وكنعملو اللحم. اللحم هذا اللي درت انا ديال المعزي، يمكن لكم ديروا البقري اللي بغيتو. كنخلطوها مع هذيك البصله المشلضه. انا اللحم عندي ديجا كنت مرقداه في العطريه، كنت مرقداه في البزار والخرقوم ومليحه. صافي كنضيفو الربيع، الربيع من الفوق، ربيع مخلط طبعا، وكنضيفو الثومه. ما كنضيفوش كلشي، كنديرو غير النص، وكنخليو النص غادي نديروه مع شويه ديال الماء باش نديرو في الاخير. كنشدو الفول، انا كندير الطاجين ديالي كلشي في دقه، ما كنشحر لا اللحم ما كنشحر لا بصله، كلشي كنديرو في دقه، وكنحطو على عافيه مهيله حتى كيطيب كلشي. كنضيفو الجلبانه، الفول مع الجلبانه كيواتيو مزيان مزيان بزاف، كيجي واحد المذاق رائع مع اللحم. ومن بعد كنزيدو، كنشدو في واحد الطواجن صغير، كنشدو داك الربيع اللي بقى ومع الثومه المحكوكه، وكنشدو العطريه كامله، كنشدو العطريه كلها، وكنضيفو الماء، كنخلطو. هذه هي المريقه ديالنا اللي غيطيب فيها الطاجين، وكنوزعو هاد لاصوص هادي على الخضره كامله في الطاجين ديالنا. وكنسدو على الطاجين، المطيشه والزيت كنخليوها حتى الاخير، كنسدو على الطاجين ديالنا ونخليوه يطيب على عافيه مهيله. كتشوفوا معنا دابا الطاجين هو راه بدا كيدخلوا الطياب، المريقه راه مازال معنا المريقه شويه. كنضيفوا المطيشه اللي حكينا، وكنضيفوا كذلك الزيت، هذا الزيت اللي درت انا الزيت المائده مخلطه مع زيت العود، كنخليهم حتى الاخير وكنضيفوا. كناخذوا شويه ديال المريقه ونديروها فوق هذيك المطيشه، باش كتطلق البنه ديالها. صافي وكنسدو على الطاجين ديالنا، نخليه يطيب على عافيه مهيله حتى تشرب المريقه وتطيب لينا الخضره مزيان. صافي دابا الطاجين هو طاب، وطابت الخضره، طاب حتى اللحم، قلبناه طفينا عليه خليناه يبرد. وشكرا، وما تنساوش الاشتراك، ومع السلامه الى فيديو اخر.